الأخطاء ستكون ممنوعة، ومن يخطئ اليوم أمر طبيعي ستكون الضريبة مكلفة في هذه المباراة. تنطلق فيما الأوسيس يغلق كل الملفات في هذه اللحظات، كرة بينية لكن في اتجاه ملف اتجاه مجيد مختار، تعود في اتجاه ملف اتجاه حمزة خابة. تدبير اللقطة لم يكن موفقا، لكن برغم ذلك متابعة من حمزة خابة الذي حاول التحضير على الكرة للشيخ جبريل وطارة، اللاعب الذي تتابعونه في صورة واحدا من أنشط مهاجمي فريق أولمبيك إس فابريس نجوما. تلعب العرضية من جانب عناصر فريق الرجاء الرياضي. سكن وردة في الاستلام في ثاني مبارياته في تشكيل فريق الرجاء الرياضي بعد مارس مجيد مختار. تسدد من جانب النهائي، عرضية مرت زاحفة جانبيا أو جانبا عن مرمى مجيد مختار. تدخل من طرف الحارس مجيد مختار. مجيد مختار ركلة ركنية لفريق الرجاء الرياضي. المتابعة من جانب عناصر فريق أولمبيكاس في ركلة جزاء قول الحكم لفائدة فريق الرجاء الرياضي. الحكم يمنح ركلة جزاء بعد السقوط من بعد السقوط لاعب فريق الرجاء الرياضي في منطقة الجزاء. إذن محمد زريدة يتحصل على ركلة الجزاء في الدقيقة الأولى من هذه المباراة في حدود الدقيقة الثامنة. هو الضغط من طرف فريق الرجاء الرياضي الذي يبحث عن الهدف الأول. حميدة حداد، جول 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 جول. حميدة حداد يمنح التقدم لفريق الرجاء الرياضي في حدود الدقيقة العاشرة من نقطة الجزاء بعد عفوة كانت من جانب حمزة خابة. عفوة من حمزة خابة الذي بحث من أجل إبعاد الخطر عن مناطق فريق أولمبيكاس في تهور على مستوى التدخل من حمزة خابة الذي يسقط لاعب فريق الرجاء الرياضي ويمنح ركلة الجزاء التي استثمرت من حكم مرة أخرى. يطلب مواصلة اللاعب تصير من الجهة اليمنى، وهذه المرة إشارة بجانب الحكم المساعد يمنح بذلك الحكم ضربة خطأ لفائدة فريق كبير على مشارف منطقة الجزاء. بحث عن الثاني، تلعب من القائمة الثاني، الرأسية تمر محادية من طرف جمال حركس. ركلة مرمى لفائدة فريق الرجاء الرياضي. جاء محمد نهيري، نهيري يبحث عن العرضية، كرة جوية وتغطية من طرف من طرف كلاودي رافائيل دو سانتوس. يبعد الكريا، تلعب في اتجاه القائم الأول. بحث عن الرأسية، رأسية فوق المرمى ارتقاء لكن من جانب لاعب فريق الرجاء الرياضي أظن جمال حركس. جمال حركس ارتكب المخالفة أظن لفابريس نجوما. العرضية هناك في اتجاه زريدة بالراس، مرت محادية عن القائم الأيمن الحارس مجيد مختار. عيش في الأيمن ولبغى جميلة. البحث عن العرضية، كرة مسيوية، فرصة البحث عن فرصة، جول 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 جول. حمزة خابة يسجل التعادل، حمزة خابة يسجل التعادل بعد هفوة دفاعية مكلفة من طرف فريق الرجاء الرياضي. الانسلال كان من الطرف الأيمن ثم تحضير كرة اللي كانت على المقاس لحمزة خابة، حرا طريقا يتمكن من فك الشفرة دفاع واحد. مرة أخرى ردة الفعل من طرف الفريقين معا. مروان هدودي ارتباك حاصل، اصطدام عفوي، يرجع الكرة من طرف محمد نهيري لفائدة الحارس أنس الزريد. فرصة البعث عن الثاني، تسديدة، البعث عن الرأسية، وفرصة ضايعة لفريق الرجاء الرياضي. فرصة ضايعة لفريق الرجاء الرياضي واستماتة من دفاع فريق أولمبيكاس. في هنا تسديدة سريدة، اللقطة الأولى أن رفع الكرة محاولة. يختار ماذا؟ يختار التمويه، يختار التحضير لزريدة. سريدة من الجهة اليسرى، البحث عن التوغل. سريدة مرة أخرى، ضغط متقدم من عناصر فريق أولمبيكاس في، ويمنح الحكم مرة أخرى مخالفة لفريق عدد من لاعبيه. جمال حركس، جمال سدد، جمال بين يدي الحارس مجيد مختار. فكرة كانت جيدة من طرف جمال حركس، أظن هو اللاعب اللي كان ارتكب عليه الخطأ في منطقة الجزاء. استلام من زريدة لعمر، عمر انطلق، عمر مرة، عمر فرصة، فرصة تضيع الهدية، تضيع الهدية من ساكر الوردي. لم يصدق ما حدث بعد الارتباك الواضح من دفاع فريق أولمبيكاس. ارتطمت الكرة، البحث عن العرضية، يختار ماذا؟ يختار تحضير الكرة للنهائي. العرضية منه، البحث عن الرأسية،
فرصة رائعة كانت لفريق الرجاء الرياضي من طرف عبد الجليل جبيرة، والتدخل كان أروع من الحارس مجيد مختار الذي ينقذ مرمى فريق أولمبيك السافي من الإخابة. محاولة تحضير كرة بينية للشيخ جبريل، فرصة فرصة والمتابعة من حارس الأسس، يوصل الكرة لمحمد النايري، العرضية منه لكن بدون دعم بدون مساندة تمر جانبا وتغادر ركلة مرمى لفائدة فريق أولمبيك السافي. لوسيس بملعب جيل جبيرة تلعب العرضية لفائدة الرجاء الرياضي، ضربة راسية برة جانبا، عودة حمزة خابة، وهنا تغطية لكوت الرابعة للرجاء من جانب عبد الجليل جبيرة عبر القيمة الثانية راسية. جول 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 من المطرقة مروان هدودي الذي يسجل الكرة الفرصة الأخيرة في الجولة الأولى. الرجاء يقلب الطاولة على أولمبيك السافي أو يسجل الثاني بعدما لعبت على المقاس من طرف عبد الجليل جبيرة. بالنسبة للأسيس اليوم أمام الرجاء، البحث عن العرضية من الطرف الأيمن، العرضية فرصة وضاعت لفائدة فريق الرجاء الرياضي. ضاعت 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 ضاعت، لعبت من الرجاء اليمنى، فابريس نغوما سدد في الشباك لكن ليس في الشباك الداخلية بل في الخارج. نغوما استلم ودور سقوط لاعب الأسيس هذه العرضية، والتدخل من مجيد مختار فيويا فابريس المتابعة من الجهة اليسرى لعناصر الأسيس، البحث عن الراسية والحارس أولمبيك السافي الآن في افتكاك الكرة، محاولة البحث عن الثاني، البحث عن الثاني، والحكم يقول ماذا يقول، ركلات مرمى لفائدة فريق الرجاء الرياضي. رأس الرجاء تطالب بتوجيل فرصة الثالث لفريق الرجاء الرياضي، الثالثة الثالثة. ماذا ضعت يا حميد يا حداد؟ انطلق حميد، استلم حميد لكن لم يسجل حميد، استلم خيابة، خابت محاولة تحضير الكرة، دابت للشيخ تسديدة. كول 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 الأسيس يعاقب الرجاء الرياضي على تضييع فرصة حميد حداد بعد أفوى مكلفة من في حدود الدقيقة 85. أربعة على راسية، كرة راسية، جول 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 جول. كلاوديو رافائيل دو سانتوس يقرب الطاولة على الرجاء الرياضي ويحقق الهدف الثالث الذي قد يعبد النقاط الثلاث لفريق أولمبيك السافي وقد